السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء متتبعي القناة، تبارك الله عليكم، سنة سعيدة، الله الله تكونوا بخير وعلى خير انتم والعائلة ديالكم الصغيرات. هذه مدة ما كنتقدمش في فيديوهات لأن ما كانت عندي جديد، يعني كنا حنا في الفترة ديال نسمى كيف الفترة ديال الراحة، ما كانش في حاجة اللي غتقدم جديدة، يعني ماشي ديك الإنسان اللي يعيش على اليوتيوب، يعني كل مرة بقى يدير فيديو ولا هذا، إنما يعني هذا الشيء واخده أنا كهواية نفيد بين الإخوان اللي جايين في الطريق ونستافدوا، يعني ماشي غادي يعني نفيد صافي ولا غادي نفيد ونستافد. الموضوع اللي باغي نهضر عليه اليوم موضوع مهم ومهم بزاف، يعني كنا بدينا عن جديد، يعني بداو مواضيع جديدة. الموضوع هذا كنطرق ليه شحال من واحد، واش الله أعلم داكشي اللي قدموه واش هو هذاك في المستوى أو لا ماشي في المستوى، كيبقى الإنسان كيحكم على داكشي من خلال التجربة اللي دار هويا. الموضوع اللي غادي نهضر عليه هو الموضوع الشائك وشائك بزاف، ومن أهم المواضيع اللي كتقض المضجع ديال كل مربي، وهي ميجا بكتيريا. الميجا بكتيريا يعني إنسان ولا تعطل في العلاج ديالها 90% ما كيعيش الطائر، ونقدر نقول حتى 99% ما كيعيش الطائر إلا حالات نادرة اللي يقدر يتصور بها الطائر. كيفاش خصنا نعرفوا الميجا بكتيريا؟ أول حاجة العلامات أو بعض العلامات اللي كنعرفوا الطائر فيه الميجا بكتيريا، أول حاجة كنشوفوا الطريقة ديالته، هو ذكي نقولوا تبطأ في الحركة ديالو، كيبقى دائما واقف على المجاتيل. ثاني حاجة الأكل ديالو كيكون شبه قليل، يعني مجرد ما كينزل ياكل من الحبوب ديال أو البابي أو أي حاجة اللي كيعطيها ليه المربي، كياكل شيء قليل، ربما كيكسرو تيبقى ديك النص ديال هذا، لأن علاش عنده عصرة ديال الهضم، كياكل شويه تيطلع تاني على المجاتيل، عرفتي مره ثاني كينزل لي، هذا علاش؟ لانه كيكون عنده واحد ماشي الشراهه، وانما كيكون جيعان كما بغينا نقولوا حنايا، كيبقى كل مره كينزل ياكل ولي واحد الكميه قليله بزاف، لان علاش؟ كل ما كياكل داك الشيء هذا كيتسبب لي الالم في المعده ديالو، يعني ما كيقدرش ياكل، هذا كيبقى يؤدي به الى الضعف. مساله اخرى اللي حتى هي من العلامات هو التغير ديال البراز ديالو. اول حاجه البراز ديالو كيكون على الشكل اصفر كما نقولوا حنا بحال شكل السيترو، يعني شبيه بالبني نوعا ما، سائل ليكيد ولزج، ما كيكونش سائل هكذا، لا لزج، يعني الانسان ولا عرفو يعني شفتو هكذا شي ورقه ولا هذا، يعني غيبان لي داكشي بوضوح. يعني للاسف ما عنديش، لان الطائر ديالي هذا اللي كتشوفوا قدامكم يعني الحمد لله ولله الحمد من الفضل كله بدا كيتعالج، يعني وليني اشنو السبب باش خلاه، لان شديت انا في البدايه ديال المرض ديالو هويا، لان كاتاستروفيك، لان كان قبل من هذه الحاله هذه حوالي شهر كانت صافت ليا واحد الانثى، وهذا اللي قدامي انا هو الحاله الثانيه، يعني في المسيره ديالي انا عمري ما عرفت الميجا بكتيريا ولا شي حاجه، كان عندي شك بان المساله تتعلق بالاكل، وان من خلال البحث والدراسه ولا ديك كتب ان عنده واحد النسبه ضئيله من كتجي من الاكل، يعني اغلب المواقف كتكون اما حاله نفسيه ستريس او لا طائر صاب شي فزع او شي حاجه حتى هي كتؤدي الى الميجا بكتيريا، بالاضافه كذلك الى الاكل اذا كان الاكل متعفن عنا. الطريقه ديال العلاج بلا ما نطول عليكم الفيديو، يجيكم من الاخر عاوتاني، غنحط لكم اولا الفيديو الحاله اللي كانت فيه في الصيف تاع الصديق ديالي، يعني واحد المربي كبير من اكبر المربيين اللي مختصين في الفايو كاين هنا في اوروبا، هاد الذكر هذا كنت خديت من عنده وسولته، يعني كيفاش هاد المسألة هادي، كان ديجا صرا ليا نفس المشكل مع واحد الأنثى، يعني بقيت واحد المدة ديال شهر ونص وأنا تقريبا كنعالج فيها، كانت شديتها في الأول، كانت الحالة ديالها شوية متأخرة، بقيت كنعاني معاها صراحة، ما توفقتش في العلاج ديالها، يعني بقات الحالة ديالها كتدهور، مرة كتحسن مرة كتدهور، يعني ما خليت جميع الأدوية درتهم ليها، أي دواء كان مكتوب فيه ميجا بكتيريا كنت كنحاول نعطيه ليها، ما لقيتش فيه تحسن كثير، منهم هاد الدواء هذا،
فونجيسون حتى هو استعملته ما فاتش ليا معاها ملي كانت في خلال المحادثه ديالي مع ديك الصديق ديالي المربي الكبير ديال الخايو بلا ما نذكر الاسم ديالو يعني هضرنا على بزاف ديال الحوايج قال لي غدير الطريقه ديال فونجيسون تعطيه نقطه الصباح ونقطه العشيه في الفم ديالو وفي الماء تعطيه دواء اخر كيقولوا ليه فلوكونازول انا خليكم الصوره ديالتو دابا تشوفوها على الشاشه قال لي هذيك فلوكونازول تشد واحد الحبه تهرسها ديرها فواحد المقدار ديال الماء وبقى كل مره تعطيه للطائر يشرب منه وتبدل الماء كل 24 ساعه فلوكونازول كتعطيه التريتمون ديالو تقريبا 20 يوم بالاضافه الى فلوكونازول بحثت هنا في المنطقه اللي ساكن فيها انا في فرنسا ولا قلت على فلوكونازول ما لقيتش لقيت واحد البديل ديالو يعني كيتباع اونلاين ولقيته غالي بزاف يعني باه هذا الثمن وباش توصل لي يعني غيتعطل المساله يعني خصك واحد 3 ايام ولا غير اولا اسبوع باش يوصل لك الدواء ما كانش عندي الخيار او كما كنقولوا حنا فهمتي كنت كنجري ورا الوقت لان يعني اهم حاجه عندي انا خصني نصوفي الطائر ديالي انايا ربي هداني ولله الحمد لواحد المساله كانت عندي هي هذا توم عندي مرقل في العسل هذا العسل الحر ما حط فيه التوم وهذا كنت كنديرو احيانا مره مره كنديرو في الماء يعني كناخذ العسل ملعقه كبيره كنديرها في اطره ديال الماء وديك هاد الثومه هادي كناخذها وكنطحنها وكنديرها مع البروكولي مع البروكولي وكنعطيهم ليه مع المشكله ديال حيت ما كنستعملش انا دابا الباطي باقي ما كنستعملش الباطي كنديرو مع ديك البرغل الزرع اللي كنرطبو هادي كنعطيهم ليها درت ليهم هذا كانت عندي يمكن نستعملو بيرلا موربيدا او لا كسكس او لا حيت انا عندي هنا ديك لورفيتا يعني كندير الكميه اللي غادي ياكلها الطائر تقريبا بديت بخمسة ديال النقط ديال فلوكونازول كندير الكمية ديال الماء باش كنرطب هذا باش يمتص الماء والدواء في نفس الوقت وفي الماء كندير هاد قطعة صغيرة ديال الثومة مع قليل من ديك العسل اللي مرض اللي مدير في هاد المسألة هادي التريتمون يعني بديتو في 25 ديسمبر كان شويه الاكل ديالو قليل الحركات ديالو كانت بطيئه ديما كان نافخ الريش ديالو ملي عطيتو ليه سبحان الله العظيم من بعد ثلاثه ديال الايام لقيت واحد الفرق شاسع الاول النهار الاول اللي بديت مع التريتمون وداك النهار هذاك واللي زاد طمأني اكثر ان حتى البراز ديالو تغير اللون ديالو هذاك الحمد لله يعني بقيت غادي على هذه المسيره هذه راه من 25 ديسمبر حتى اليوم 1 يناير يعني ما وقفتش التريتمون ودابا اليوم غادي نجبدوه وغادي نوري لكم كيفاش البطن ديالو يعني خلال النهار الاولاني واليوم ولكن التريتمون دائما مخصوص نستعجل يشوف الطائره هذيك نقول لها صافي راه برا راه صافي الحمد لله راه صغيناه لا واخا كيبرى الطائر كنزيدو واحد 4 ايام ولا 5 ايام ديال التريتمون ديال العلاج هي الوقايه للوقايه فقط يعني ديك الفتره اللي كيكون يلاه تعافى فيها وانما خصنا نزيدو واحد شويه باش كنقضيو عليها نهائيا ودائما كنحاولوا نردو بالنا عندك الطائره مثلا يتعرض لها ثاني شي وعكه صحيه او شي حاجه اخرى اللي تقدر تمشي ترجع لنا الطائر لنقطه الصفر المهم بلا ما نزيد نطول عليكم في الفيديو انا غادي نجبد لكم الطائر يعني شوفوا البطن ديالو كبيره مقارنه مع اليوم الاولاني اللي بديت فيه التريتمون
الطريقه اللي كنستعمل حنايا باش شويه نبين المساله هي اما نستعمل الماء اولا كنفخ على الطائره. انا تسمحوا لي داكشي اللي فهمتي مع الكس يعني كنستعملو بهاد الطريقه هادي كنحاولو نحيدو الريش على المخرج ديالو باش كنحاولو هذا بلاتي تعاونا فهمتي حيت شويه كومبليكي فهمتي كنكرافي هكدايا عطيني واحد كليك بين ما فهمتي مسحت لي المسائل هذا بعث الريش على المنطقه اللي باغي نشوفوها ونرجع لكم. يعني انتما كتشوفوا يعني كل واحد تحسن على النهار الاولاني يعني ماشي غادي نقول لكم هذا الطائر راه برا ولا 90% ولا هذا يعني كنقدروا انا يعني تقريبا بواحد 50% الحمد لله يعني راه باقي ما براش يعني راه كنشوف ديك هذه المنطقه هذه يعني ديك القانصه اللي كنسميوها حنايا هذا باقي شويه يعني تعبانه وانما ماشي بحال النهار الاولاني اللي بديت فيه التريتمون يعني الطائره يعني باقي مريض ماشي غادي نقول مرا وانما من خلال التحركات ديالو ولا الاكل ديالو او البرص ديالو ولا هذا يعني كاين واحد التحسن كبير بزاف. المهم يعني الطريقه هذه الحمد لله يعني لقيت عليها غنقولوا حنايا ماشي غنقول يعني غنشوف حتى الريزولطا حتى النهار الاخراني يعني غنحاول باقي نتبع لي التريتمون حتى ندير تقريبا 20 يوم اولا اقتضى الحال ندير اكثر اكثر. ومع الطريقه هذه اللي كنحاول نوصلها للاخوان يعني كتجربه من عندي انايا الحمد لله يعني قدرت ما غنقولش ما قدرت نوصل فيه لانه باقي الطائر فيها ماشي 100% انما هذه طريقه من انواع الطرق اللي موجوده. الانسان اللي ما لقاش مثلا فلوكونازول يقدر يستعمل هذا فونجيزول مع هذه الطريقه ديال العسل مع الثومه كتساعد حتى في الشفاء. وتبارك الله عليكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه يعني الصراحه غير كتكبر هذا والله العظيم شرف ليا انايا بالنسبه لهذا تلقيت يعني تعرفت على بزاف ديال الاخوان هذا هو الفائده الثانيه من هذه القناه هذه يعني الانسان يتعرف على الاصدقاء جداد يتعرف على المربين جداد يعني الصراحه جد فرحان بهذه القناه هذه والناس اللي مشاركين فيها تبارك الله عليهم التعاليق ديالهم يعني في المستوى ما شاء الله اليوم كنشكرهم بزاف وتحياتي لكم وتهلاو في راسكم وتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله.